بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقبه، ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاها إياه. باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج حدثنا شعبة حا وحدثني علي بن عبد الله حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.